السيدات والسادة، أهلا بكم، نرحب بكم الليلة. معكم محمد الخالدي في نبض البلد الذي يصيرك بالحدث وصانع القرار. نظم الإعلاميون والصحفيون صباح اليوم أمام نقابة الصحفيين اعتصاما احتجاجيا على قرار دائرة المطبوعات والنشر الذي بموجبه تحجب المواقع الإلكترونية الإخبارية الغير مرخصة الذي فعل يوم أمس. قرار الحجب اعتبره البعض مفاجئا، وآخرون اعتبروه مؤجل تطبيق منذ 19 من يناير، والحكومة اعتبرت أن مهلة ترخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية وتصويب أوضاعها قد انتهت. من هنا نتساءل الليلة عن الأسباب الموجبة لقرار الحجب، هل هو قرار تقييد أم تنفيذ؟ وما هي تداعيات هذا القرار على الحريات الصحفية والإعلام الحر؟ كيف يمكن الوصول إلى إعلام مسؤول دون قيد أو حجب؟ لمناقشة هذه المحاور والأسئلة نرغب منكم الليلة أن تشاركونا نبض البلد عبر الرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. واسمحوا لنا أن نرحب بضيفينا الكريمين، سعادة النائب محمود الخرابشي عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد المجالي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم ضيفينا، شرفتونا، أهلا وسهلا بكم. مشاهدين، أذكر بسؤال حلقة الليلة: كيف ترى قرار حجب المواقع غير المرخصة؟ ويمكن التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة مرة أخرى. وسعادتك، بدي أبدأ منك حقيقة، كيف تقرأ قرار حجب المواقع الإلكترونية بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أخي محمد، وشكرا لرؤية على هذا الاهتمام، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات العامة والحريات الصحفية بشكل عام. ابتداء، الحرية ليست منحة أو مني من أحد، الحرية حق دستوري يمارس المواطن الأردني انطلاقا من نص المادة 15 من الدستور التي توجب على الدولة أن تكفل حرية الرأي، وبأنه لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتاب وسائر وسائل التعبير. وأيضا أكدت على أن تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون، ونص الدستور الأردني كدستور متقدم وقانون أسمى بالدولة الأردنية على أنه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. الحقيقة، المواقع الإلكترونية يعني كان هنالك اختلاف بوجهات النظر حول كيفية تنظيم المواقع الإلكترونية وليس تقييدها. نحن ابتداء ضد تقييد أي وسيلة إعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة أو إلكترونية، لأنه هذا حق كما قلنا دستوري مصان ومقرر بموجب الدستور. وأي قانون يوضع يجب أن يكون قانون تنظيمي وليس قانون تقييدي أو مصادر أو سالب أو مانع للحريات. الحقيقة، المواقع الإلكترونية حصل جدل واختلاف فيها، هل هي وسيلة إعلامية ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر أو لا ينطبق عليها؟ فكان هنالك اجتهاد لمحكمة التمييز الموقرة التي أكدت بأن المواقع الإلكترونية ما دام تتعامل مع الأخبار وما دامت تقوم بتنوير الرأي العام وإيصال بعض الآراء للناس فتعتبر بالتالي هي وسيلة إعلامية ينطبق عليها قانون المطبوعات والنشر. وكان هنالك قرار لمحكمة التمييز الموقرة قبل أن يصدر التعديل الذي صدر في قانون المطبوعات. الحقيقة، المشرع لم يسعى إلى تضييق الحريات بقدر ما سعى إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر، الذي يمكن المتضرر من جراء ما يحصل أو من جراء نشر أي معلومات أن يكون هنالك عنوان محدد يقوم بالذهاب إلى القضاء للمطالبة بحقه. وبالتالي القانون الذي وضع قانون تنظيمي وليس قانون مقيد أو مصادر للحريات، ونحن جميعا مع التنظيم، لأنه بصراحة هل يجوز لي أنا أني أذهب الآن وقول أو أدعي أنه أنا أخصائي طبيب، أخصائي أمراض قلب أو أخصائي بأي مجال من المجالات دون أن يكون هنالك مؤهلات ودون أن يكون هنالك شروط؟ وبالتالي ما قام به المشرع هو تنظيم عمل المواقع الإلكترونية، وأعتقد أنه التنظيم كان خدمة للمواقع الإلكترونية ودعم لحريات الإعلام وللموضوعية والمهنية المطلوبة. وثانيا، يعني بمعنى آخر، إخراج بعض الناس الذين كانوا داخلين على مهنة الصحافة أو الذين كانوا لا يريدون لمهنة الصحافة أن تكون مهنة وطنية تؤثر بالرأي العام وتؤثر بالحريات بشكل عام. أسمع رأيك أستاذ خالد في موضوع قرار الحجب. أهلا، مساء الخير يا سيدي، ومساء الخير لسعادة النائب وللجمهور الكريم والمشاهدين. وحقيقة أنا بداية حديث سعادته كنت مبسوط عليه،
يعني لجأ للمواد الدستورية لتضمن الحريات، وهذا شيء جيد ومناسب. ونحن كنا يعني كمواطنين أو يعني نعمل في الصحافة أو غير الصحافة، نطالب بحرية الصحافة والنشر، ونطالب أن يكون القضاء هو الفصل والحكم في كل شيء في الدولة الأردنية، ولا يميز القضاء بين قضية وقضية، بين موضوع وموضوع. في قضايا قضائية كثيرة ما شفنا دور مفعل للقضاء فيها. ومع ذلك نعود إلى بداية القصة، أنا مع الأستاذ محمود، نحن مع التنظيم لكن ليس التقييد. الأستاذ بيحكي، الأستاذ أبو محمد بيقول إنه القانون الحالي جاء للتنظيم وللحماية، ولحماية المواقع ويعني تنظيفها من الشوائب وإلى آخره. كنا نتمنى أن يكون فعلا هذا القانون هو جاء بهذا الأساس. نحن منذ أكثر من 3 سنوات تقريبا كنا نطالب بعملية الترخيص والتنظيم للمواقع الإلكترونية على زمن حكومة سمير الرفاعي، لكن للأسف بوقتها كان في قانون طلعونا إياه واعترضنا عليه وأوقفناه بوقتها. ثم بحكومات متلاحقة حتى حكومة عون الخصاونة كان هناك تفاهمات بين الحكومة من خلال وزير الإعلام وبين أصحاب المواقع الإلكترونية، تم التفاهم على تعديلات معينة في قانون المطبوعات والنشر، ثم ترخص وتسجل كل المواقع الإلكترونية، وكان الجميع موافق والكل وافق في اجتماع في نقابة الصحفيين، وافقنا عليها كلياتنا وتم الاتفاق وأخذ الملاحظات البنود الخمس اللي اتفقنا عليها للتعديل في القانون، وكان نقيب الصحفيين موجود. لكن للأسف خلال 4-5 أيام تم إقالة الحكومة، أو قدمت الحكومة استقالتها في ذلك الوقت. طيب. ولم يقدم القانون. نعم. جاء للأسف جاءت حكومة فايز الطراونة، وللأسف بطريقة متسرعة بدون أن تتشاور لا مع النقابة ولا مع المواقع الإلكترونية ولا مع أي جهة ذات اختصاص في هذا الموضوع، جاءت بقانون عرفي، بدي أسميه قانون عرفي. وللأسف أن مجلس النواب 16 في دورة استثنائية، يعقد مجلس النواب في دورة استثنائية لتعديل قانون المطبوعات والنشر في محاولة بائسة وسخيفة من الحكومة في ذلك الوقت لتقييد الحريات، وليس فقط لتقييد، هي لحماية الفاسدين، لأنه المواقع الإلكترونية هي الجهة الوحيدة التي كانت تكشف الفاسدين في الأردن وعلى مستوى الأردن، وفتحت ملفات كثيرة. وأنا لا أتحدث عن المواقع التي أنا أرفضها وأنت ترفضها. طيب. والجمهور يرفضها. أنا أتحدث. طيب. عن المواقع الوطنية التي تهتم تمام. بالشأن المحلي وبالشأن الحقيقي، وتقدم المعلومة الحقيقية وتتحمل مسؤوليتها. نحن مع التنظيم، نحن مع التسجيل والترخيص، لكن ليس بالقانون العرفي. هذا قانون عرفي. ما صادق عليه مجلس النواب 16 هو قانون عرفي، ويضع شروط تعجيزية بقصد تكميم أفواه هذه المواقع وتجفيفها. أستاذ أبو محمد، تكميم الأفواه، قانون عرفي، والمواقع الإلكترونية التي كشفت الفاسدين، ويراد تكميم أفواه. يعني فضل. إحنا الحقيقة فخورين بصحافتنا وصحفيين وإعلامنا، ونتمنى إنه إعلامنا ينهض بواجباته ومسؤولياته الوطنية وقيامه بدوره بكشف الفساد والفاسدين. لكن قبل ما يكشف الفساد والفاسدين، خلينا نعالج الجسم الصحفي أول. هاي نشرة صادرة عن مركز حرية وحماية الصحفيين، ماذا تقول هذه النشرة؟ تقول إنه 85% من الصحفيين يقبلوا الواسطة، و72 من الصحفيين يقبلوا الهدايا، و59% من الصحفيين يكتبون أخبارا مدفوعة الأجر، و53% معدل انتشار الرشوة والأجر، معدل انتشار الرشوة بين الصحفيين. طبعا أنا هذه تقلقني جدا وتزعجني، ولا أريد أن أشير أو أشهر أو أتحدث، لكن هذه نشرة صادرة عن مركز حماية وحرية الصحفيين، يعني عن الجسم الصحفي نفسه المعني بالصحافة. هذا أولا. ثانيا، إذا الصحافة غير قادرة على أن تعالج اختلالاتها الداخلية، وغير قادرة على أن توصل للناس القادرين على أن ينهضوا بدورهم وواجباتهم بحماية الوطن، كيف ممكن يحاربوا الفساد؟ أخي، اللي صار المواقع الإلكترونية صارت عبارة عن أدوات للابتزاز وأدوات لاغتيال الناس الشرفاء، وخلطوا الأمور ببعضها لدرجة إنهم ضيعوا الفساد وأوهموا الناس إنهم يقوموا بدورهم بالفساد. هذا كلام مع كل الاحترام غير دقيق وغير منطقي. القانون لم يقيد الحريات. قانون المطبوعات والنشر والتعديلات التي أدخلت عليه وهي أمامي، جاء لكي تقوم المواقع الإلكترونية التي تعمل
بالتسجيل دون ان يكبد او دون ان يحملها اي اعباء ماليه او اي التزامات اخرى، فقط ان يكون هنالك شخص مسؤول حتى يكون مسؤول عن الاخبار التي تنشر على هذا الموقع. هذا واحد. ثانيا، يعني ايضا المواطن الاردني الذي اسيء له في كثير من الحالات في شخصه وفي عرضه وفي ماله وفي سمعته وفي كرامته، من حقه ان يكون هنالك عنوان للموقع الذي يقوم ايضا بممارسه الحريه. هل توجد حريه بدون مسؤوليه؟ هل توجد حريه بعيده عن الموضوعيه والمهنيه؟ هل توجد حريه بعيده عن المصداقيه؟ الحريه صارت تغتال وتمارس بطريقه تسيء للوطن وتشوه صورته وتؤذي المجتمع الاردني وتغتال المؤسسات. كثير من مؤسساتنا تم اغتيالها، كثير من شخصياتنا الاردنيه البعيده عن الفساد والمحسوبيه والواسطه تم تشويه صورتها ايضا. اصبحت المواقع الالكترونيه عباره عن مراكز لابتزاز الناس الشرفاء، واصبحت ايضا اداه احدى ادوات القنص السياسي والايذاء السياسي. وبالتالي القانون جاء ليس لتكميم الافواه، ومع كل الاحترام لم يرد بالقانون اي كلمه واحده او نص واحد من مواد القانون وهو موجود امامي التي تقيد الحريه. القانون اكد اولا، اذا تسمح لي تفضل، أدخل الوسائل الإلكترونية ضمن أحكام قانون المطبوعات والنشر، وعرف المطبوعة الإلكترونية بأنه الموقع الإلكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الأخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشأ في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. لم يكلفك شيء، ولم يحملك أي أعباء، ولم يشير إلى أنك تكتب أو ما تكتب أو أنه يقيد حريتك. القضية قضية تنظيمية. أخواننا بالمواقع الإلكترونية صحيح مثل ما تفضل الأستاذ خالد أنه في بعضهم عندهم الرغبة بتنظيم أمورهم والتسجيل، لكن 90% منهم لا يريدوا، هم يريدوا الانفلات، وأنهم يبقوا كما قلت أدوات دمار للمجتمع وإذاء، وأنهم يكونوا أدوات بيد بعض السياسيين للإساءة للسياسيين الآخرين. أيضا خلينا نجاوب بس. لا بس خليني أقول لك القانون أيضا. القانون الحقيقة أضاف لك القانون أيضا التوزيع، وقال تداول المطبوعة الورقية وإتاحة الاطلاع على المطبوعة الإلكترونية. بالعكس، القانون أبرزك إلى حيز الوجود وإعطاك صفة رسمية وسواك بالمطبوعات وقدم لك امتيازات، ومنع تطبيق أي قانون على المواقع الإلكترونية إلا قانون المطبوعات الذي لا يمكن أن يكون هنالك عقوبات سالبة للحرية فيه. من ثم أنا كشخص يساء لي من خلال المواقع الإلكترونية كما قلت، أصبح من حقي أن يكون هنالك عنوان. طيب، مش أروح بس طول بالك علي شوي، أنا بدي أروح أقعد أسبوع وأنا أحوم إذا أسيء لي من خلال موقع إلكتروني، وأنا أدور على الصناعة والتجارة، وأنا أدور على المطبوعات والنشر، وأنا أدور على وزارة الثقافة حتى أعرف إذا كان لهذا الموقع عنوان أو لم يكن له عنوان. هذا أيضا يتنافى ومبادئ الحرية ويتنافى ومبادئ التعديلات الدستورية التي أدخلت أيضا على الدستور، التي تؤكد للدولة أن تكفل أن تصون الحرية الشخصية وأن تمنع الإساءة أيضا إلى أعراض الناس وأموالها وممتلكاتها. لأن التعديلات الدستورية اللي تم إدخالها واضحة محمد، أنه يفترض بالقانون أنه يحمي الناس ويحمي كرامتها وصون أعراضها. واضح. لذلك أنا من حقي أن يكون الموقع الإلكتروني له عنوان حتى أروح أشكي عليه. محمد واضح. فضل. أستاذ خالد بدي أسمع ردك، لكن قبل ذلك معنا اتصال من الأخ ماجد جبريل من الحصون. أخ ماجد تفضل. مساء الخير أستاذ محمد، ومساء الخير لضيوفك الكرام، ومساء الخير المشاهدين. أهلا بك، تفضل أخ ماجد. أستاذ محمد بدي أسولفك عن المواقع عن الأردن ومشاكل الأردن، أعطيني بس دقيقتين ثلاث عن كل شيء بدي أسولفك بمختصرات. يا سيدي، الغرب متفوق علينا مليار سنوي، الغرب متفوق علينا مليار سنوي، فأنا القانون بتغير وكل شيء بتغير وكل شيء بصير، هاي المواقع لازم تنفتح. فأنا بناشد حضرة صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني المعظم، القانون بتغير إنه حط حضرة صاحب السمو الأمير حسن بن طلال رئيس وزراء، هذا الأمير حسن زادهم 10 مليار سنة قدام. إذا الانتخابات تزورت، أنا هسه بحسب لك إياها بالصوت، انتخابات إرادة الشعب تزورت، هسه قانون لمصلحة الأردن وشعب الأردن طيب العيلة هاشمية بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني المعظم بتغير مصلحة الشعب؟ فأنا بناشد أو سيدنا إنه غير هالقانون وحط الأمير حسن وشوف الأردن شو بتصير، صدقني غير تصير مثل للغرب. وصلت أخ ماجد، شكرا لمداخلتك أخ ماجد. طيب أستاذ خالد أسمع ردك على أبو محمد. والله لأنه في كثير المواضيع، كثير القانون المواضيع لم يكمم أفواه، لكن خليني واحدة واحدة. أول شيء أبدأ بالدراسة اللي تفضل فيها سعادة أبو محمد اللي صادرة عن مركز الحرية الصحفيين، اللي بتقول أنه 85 يقبلوا الواسطة مزبوط. لا لا صحيح صحيح، لكن أنا مش مستغرب هذا الوضع.
يا اخي اذا 85 بقبل الواسطه من الصحفيين و72 يقبلون العيديه، انا بدي اقول لك 99% من الدوله من 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 رجال الدوله الاردنيه، من رئيس الوزراء، من رؤساء الوزراء الى الوزراء الى الموظفين الى الطهاة الى السواقين يقبلوا هذا الوضع. هاي للاسف ثقافه مجتمعيه في الاردن موجوده، ليست فقط محصوره بالصحفيين، الصحفيين جزء من المجتمع الاردني، يتاثروا بالمجتمع الاردني، يتاثروا بالواسطه، يتاثروا ايضا بعلاقاتهم الشخصيه، يتاثروا بعلاقاتهم الماديه بظروفهم الماديه، هم جزء من مجتمع. هاي ثقافة موجودة في المجتمع كله. الناس تعتبر الآن إنه الواسطة شطارة، بيعتبروا إنه إذا بتحصل لك شغلة شطارة. هاي الثقافة للأسف ليست في الصحفيين فقط، هي موجودة في كل الطبقات. أنت تعتقد إنه هذا موجود في الوسط الصحفي؟ طبعا موجود يا أخي، مين بده ينكر؟ هذا كارثة إذا أنا بنكر. هذا موجود في الصحافة، موجود في الطب، موجود، روح على الخدمات الطبية، روح على أي مستشفى، إذا ما إلك واسطة ما بتتعالج، ما بتعمل صورة أشعة. طيب. وإذا ما دفعت رشوة للمراسل ما بتخلص معاملتك. في أي موقع في الدولة للأسف هذا موجود. ولكن طيب. من السبب فيه؟ السبب فيه هي الأجهزة الحكومية، ما بدي أقول الدولة، السلطة التنفيذية هي السبب. اللي بقول الأستاذ محمود بقول لك إنه بعضهم بيقبلوا إنهم يأخذوا بدل النشر يعني بدل الكتابة لحساب أشخاص صحيح. سياسيين ضد أشخاص سياسيين. يا سيد الجهتين فاسدين، اللي بدفع فاسد واللي بقبض فاسد، واللي بده يشوه سمعة هذا لأنه هو يسعى إنه يجلس محله هو فاسد. هاي مجموعة فساد. المواقع الإلكترونية عددها 300-400 موقع، أنا لا أتكلم عن 400 موقع إنهم كلهم نفس المهنية ونفس الدقة في المعلومة ونفس الوزن يعني حتى الإعلامي. هناك يعني كلمة حق يراد بها باطل. إحنا لما نقول التنظيم المقصود فيه التنظيم للمواقع التي تحترم المهنة وتعمل بأصول مهنية وتقدم معلومة وتدافع عن الأردن وعن الهوية الأردنية وعن اقتصاد الأردن. بحسب القانون المتحدث عنه في 90 موقع رخصوا. 92. يا سيدي ماشي 92. ماشي مش 92، في يعني بجوز يرخص كمان 10-20 مش مشكلة مش قضيتنا. انت بتقول انه هذا القانون هو جاء للتنظيم وليس للتقييد، انت كيف بتشترط علي بالقانون في شرطين؟ احنا الان كل المواقع ليش رافض ال 300 موقع اللي رافضين الان ليش رافضين؟ لانه في شرطين اساسيين حطوهم بالقانون للتقييد، وهما اول واحد انه انت لازم تعين يعني امبارح رئيس الحكومه على فكره بيحكي للنواب، دليل على انه مش عارف شو القانون اللي بيحكي عنه، بقول للنواب رئيس الحكومه انه احنا ما حطينا شروط، احنا بس فقط يحطوا لنا عنوان واسم المسؤول عن الموقع، اسم الناشر. يا اخي كيف انت حاط في قانونك انه بدك عضو نقابه لمده 5 سنوات يكون رئيس تحرير الموقع؟ انت بتعرف انه 90% من المواقع اصلا ما عندها دخل. طيب هاي نقطه امكانياتها محدوده ولا يستطيع، انا عندي موقع لا استطيع ان اجيب شخص وادفع له 1000 دينار بالشهر واخليه يقيد موقعي لانه بده يصير زيه زي الصحف الحكوميه والاعلام الحكومي. طيب هذا الثاني. مرفوض. هذا اول تقييد للمواقع الالكترونيه. التقييد الثاني الامر انه موظف بغض النظر من هو وزير ولا مدير ولا مين مكان يكون، لا يجوز ان يمنح اي صلاحية باي شكل من الاشكال لاغلاق الموقع. هناك قضاء، القضاء هو المسؤول، القضاء المتضرر يلجأ للقضاء. نعم. القضاء قادر على انصاف الناس. والا ليش نحترم القضاء اذا القضاء ما بده ينصف الناس ويسود العدل بين الناس من خلال القضاء؟ هذول عليهم مشكلة. إذن دقيقة بالله الله يخليك تفضل. إحنا بهمنا بالنهاية التنظيم دون التقييد. هذا الفقرتين اللي أنا بحكيها هي تقييد. السبب الوحيد التي تقيد الحريات وتقيد المواقع، وأنا لست مع أي موقع يسيء يا أستاذ محمد. إحنا ضد المواقع التي تسيء، وضد المواقع التي بتقبض إذا في مواقع بتقبض، وضد المواقع التي تسيل أعراض الناس أو سمعة الناس أو. لكن يا أخوان بدي أسألكم سؤال، مين اللي وصل الأردن لما وصل إليه؟ المواقع الإلكترونية ولا الفساد اللي استشرى في آخر عقدين من الزمان؟ طيب. مين اللي خلى لي. الوضع في الأردن يوصل لهذا الوضع السيء والمتأزم لدرجة أن المواطن الآن بدأ يتفشش في أولاده وبيته ومجتمعه وحارته؟ طيب. ويعني من مين اللي وصل المواقع الالكترونيه واضح اللي بتكشف الفساد وبتلاحقه؟ تمام. ولا سياسات حكوميه فاشله؟ راح اسمع وجهه قوانين افشل استاذ محمد بحديث الاستاذ خالد. نعم. لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، واذكر بانه نسبه التصويت حتى اللحظه في سؤال التصويت اليوم، هل تؤيد
حجب المواقع الإلكترونية الغير مرخصة 52% لا و 48% نعم. بعد الفاصل نواصل، ابقوا معنا. متابعينا اهلا بكم من جديد، نتابع حوارنا وضيوفنا الكرام حول موضوع حجب المواقع الالكترونيه. وقبل الفاصل حكيت وذكرت استاذ خالد حديث رئيس الوزراء ويوم امس تحت القبه، خلينا نتابع سويه واسمع تعقيبكم عليه. حديث رئيس الوزراء تحت القبه، بس قبل ما نروح للحديث بدي اعلق نقطه. دقيقتين تفضل. قبل مش قبل تفضل يعني اسمح لي أستاذ خالد، الحقيقة حكيت نقطتين اعتبرت النقطتين تقييديات أو إنهن ضد الحريات. أولا يعني إحنا لابد أن نعترف بالإعلام الإلكتروني والمواقع الإلكترونية ومقدار ما عززت الحريات وعززت أيضا تفاعل المواطنين مع الأحداث وخلتهم يصيروا يهتموا بشؤون بلدهم، لكن أنا أعتقد أنه رئيس تحرير يعني هي حصرا للمسؤولية إذا كانت كل المواقع مسجلة ومنظمة. أنا يهمني أن يكون هنالك شخص مسؤول عما ينشر في هذا الموقع بغض النظر إذا كان مالكا أو كاتبا أو رئيس تحرير، هذا واحد. أو الناشر. اثنين، القضاء الإغلاق هو لا توجد صلاحية بيد أي من أعضاء السلطة التنفيذية لإغلاق الموقع الإلكتروني، لكن إذا لم تلتزم بشروط القانون وأعطيت فرصة كافية لكي تلتزم وتصحح أوضاعك كمواقع إلكترونية يحق له الحجب، هو لا يغلق في حالة المخالفة. بس في حالة المخالفة بالضبط، في حالة المخالفة إيه، بحالة المخالفة. 300 موقع امبارح خالفوا واغلقوا في نفس الساعة. اسمح لي شوي خلنا أكمل. لا أنت مخالف أوريدي. هل تم توجيه لهم كتب إنذارات؟ سيدي تسمح لي شوي خلنا أجاوبك. القانون وضع صار له 8 شهور، هذا قانون أنت مخالفه والحكومة مخالفه. أنا كنائب واجبي أقول يا حكومة أنت مخالف القانون، لماذا لم تطبقي هذا القانون؟ إذا بدك أحكي أنا بمفهوم، أنا وصلتني معلومة أنه أنتم طالبين من الحكومة هذا الحكي. لا مش صحيح ما مش طلبنا صحيح. لكن أنا أقول لك الآن بإمكاني أنا أقول هل يوجد هنالك فضل للحكومة أو يوجد إرادة للحكومة أن تطبق هذا القانون وتؤجل تطبيق هذا القانون؟ القانون ينص عليه متى يطبق، ومن لحظة إقرار القانون بموجب الدستور والنص على أن يسر القانون يجب أن يوضع. ثانيا اسمح لي بالتعديلات الدستورية، أنا قلت أنه أضيفت فقرة 2 للمادة 7 التي تقول بأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. أيضا واجب الدولة وسلطاتها أن تصون أعراض وسمعة وحريات الأردنيين. طيب. المواقع الإلكترونية في كثير من الحالات انتهشت أو دخلت على خصوصية الأردنيين ونهشت أعراض بعض الأردنيين. لذلك أخي أنا بقول لك كلنا إحنا مع الحرية، وأؤكد وأقول إننا نحترم المواقع الإلكترونية الملتزمة المنضبطة التي تقوم بدورها بمهنية وحيادية ونزاهة وموضوعية، واضح تمام، وترشد الرأي العام تمام إلى ما يمكن أن ترشد إليه. طيب. في مجال الحرية. سعادة محمد واضحة تماما، بس بدنا نسمع حديث رئيس الوزراء تحت القبة عشان نقدر نتابع حديثنا. حديث رئيس الوزراء تحت قبة البرلمان، نتابعه سوية. الذي حصل أن المواقع الإلكترونية سجل منها 92 وفق القانون، والتسجيل أمر بسيط خالص، يعني ما هو صعب ولا في شروط ولا في أموال تدفع ولا في كفالة، هو مجرد تسجيل الأسماء والمالكين من هم، من أجل أن يكون كل واحد مسؤول عما ينشر. هذا هو الهدف الذي وضعه المجلس السابق، القانون الذي وضعه المجلس السابق هدف أن يتضح للناس من هو مالك هذا الموقع وأن يتحمل مسؤولية ما ينشر إن كان صحيحا أو غير صحيح. هذه الحكومة أعطت المواقع 6 أشهر إضافية علاوة على ما يسمح به القانون، وهذا ليس تضارب في الموقف ما بين الجملة الأولى وجملة هذه، لأنه أبلغتهم أنا شخصيا أننا في مناسبتين أبلغتهما أنه معكم 6 أشهر، صوبوا أوضاعكم، سجلوا حالكم وفق مقتضيات القانون، تسجيل فقط ولا شيء أكثر من تسجيل. 92 سجلوا وعدد آخر لم يسجل. أنا ليس لي خيار إلا أن أطبق القانون، لكن إن أراد صاحب السؤال أن يقترح تعديل للقانون فهذا الأمر متروك له ولمن يشارك الرأي.
اسمح لي اسمح لي يا سيدي لا بس دقيقة بدي اعطيك قول لا بدي خليني بس انا ادير لك الطريق خليني افتح لك الخط يعني انا احترم كلام رئيس الوزراء طيب لكن الحقيقة يعني لابد ان اعود الى ما تحدث به دولة رئيس الوزراء عندما كان نائبا وهذه هي الجريدة الرسمية بتاريخ 11/9/2012 وهذا ليس ببعيد عندما قال قبل 6 اشهر يعني بس عندما قال وهذا الكلام ارجوك تشوفه حتى خلي الكاميرا تصوره معالي رئيس مجلس النواب المادة 1 الدكتور عبد الله نسور ماذا قال الدكتور عبد الله نسور في ذلك الحين سيد الرئيس انا اخالف المادة 1 من هذا القانون وادعو الزملاء الكرام الى رفض هذه المادة فيسقط القانون بطبيعة الحال واعتقد سيد الرئيس ان توقيت هذا القانون تجانبه الحكمة في الوقت الذي تشهد فيه كل الاقطار العربية واخص منها الاردن ما تواجهه وما تعلمونه نرى جملة من التشريعات والمواقف والقرارات تأتي بها الحكومة وكأنها لا تعمل في هذه المنطقة فكيف يطرح امامنا قانون يعتبر عودة الى الخلف في عام الإصلاحات الدستورية في عام الإصلاحات القانونية في عالم تغير الأحوال في الكرب والضنك في التظاهرات في كل الذي يجري أليس التوقيت جزءا من حكمة القرار يا معالي الرئيس وهب أن مواد القانون صحيحة وهب أننا قلقون على الأعراض وقلقون على سمعة الناس وقلقون على ما تنهشه وقد نهشتنا جميعا الألسن والأقلام غير المسؤولة ولكن التوقيت دوما جزء من الخطة وجزء هام من الاستراتيجية ولذلك من الحكمة أن يرد المجلس هذا القانون أن يرده إلى الحكومة ليعاد النظر به وفقا ما يتم التشاور حوله والسلام عليكم ورحمة الله واضح. وبركاته طيب. هذا كلام واضح. دولة الدكتور عبد الله نسور يعني عندما كان طيب. نائبا يعني. ب 11/9/2012 وكلامه طيب. ما سمعته قبل قليل وهو رئيس للوزراء يطبق القانون طيب أستاذ خالد بس كمان سؤال في نسيم الزعبي عبد الوتر بسألك انه هل تتحمل الأردن اكثر من 400 موقع اخباري نعم تفضل سيدي تعقيبك على حديث رئيس الوزراء اول شيء ليس بيدي حيلة الا ان يطبق القانون حديث رئيس الوزراء هذا ما يعني في بدايه حديثي عندما تحدثت ان المشكله ان يبدو ان رئيس الوزراء لا يعلم عن القانون شيء وان حتى اللي تفضل فيه الاستاذ ابو محمد سعاده النائب نعم. عن حديث رئيس الوزراء في جلسه مجلس النواب عندما ناقش القانون كان مجرد انشاء استعراضي لا اكثر ولا اقل لانه رئيس الوزراء انت رئيس وزراء صاحب الولايه العامه والاصل ان لا تتحدث امام النواب ممثلين الشعب وامام الجمهور وامام الميكروفونات اللي كل يوم تطلع عليها بدك نسوي لك مسلسل تلفزيوني تطلع كل يوم عليه ما بيجوز لرئيس وزراء يتحدث بشيء هو يجهله ما بيجوز رئيس وزراء يقول لك القانون ما بده شيء فقط هي بس يروح يسجلوا اسماهم عشان نعرف مين هو المالك للقانون طب ما احنا إنا سنة سنتين ثلاثة نبح صوتنا بنقول لك هذا اللي بدنا اياه احنا انه فقط نسجل من الموقع وعنوانه ومن الناشر ومن المسؤول عمن ينشر انت تشترط علي شروط في تعيين رئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين يا رئيس الوزراء استاذ ابو احمد هل كل المواقع تقبل بالكلام اللي انت بتحكي؟ نعم كل المواقع تقبل بما اقول واي موقع وانا بتحدث باسم اللجنة التنسيقية المواقع والجمعية المواقع والكتاب الالكترونيين احنا اليوم كان عندنا اجتماع بهذا الخصوص اكثر نقطة احنا نرفضها هاي النقطة والنقطة الثانية زي ما حكيت لك الاغلاق في هناك قضاء القضاء هو من يحكم وليس الموظف الاداري اما بالنسبه قولنا تقبل كلها نعم قولنا المواقع تقبل اذا هذول المادتين طبعا يتعدلوا فقط هذول احنا نطلب من مجلس النواب الان وبدايه المجلس 17 قدم مجموعه من النواب مذكره لتعديل القانون لكن احنا بنعرف انه للاسف مجلس النواب لن يستطيع تعديل القانون يعني هذا المجلس ليس بي 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 ليس في فرق كثير بينه وبين المجلس 16 للاسف يعني ما في فرق كثير لن يجرؤوا على تعديل لأنه رئيس فرقة الألو اللي كان الآن مش شغالين الألو عندهم فبدهم ألو عشان يعدلوا أي شيء زي ما عقدوا جلسة استثنائية لإقرار هذا القانون زي ما عقدوا جلسة استثنائية لإقرار المادة 23 من قانون مكافحة الفساد إذا بتذكروها جلسة دورة استثنائية لإقرار مادة 23 فقط لإخراس المواقع الإلكترونية التي كانت تكتب عن الفساد لأنه الجريمة الكبرى في الأردن واللي وصل الأردن لما وصل إليه هو الفساد ونهب الوطن وثروات الوطن أخونا اللي بيسأل بيقول 400 موقع كثير على الأردن يا سيدي إن شاء الله 1000 إن شاء الله 2000 بالنهاية من يبقى طيب من يبقى هي المواقع التي تستطيع أن تكسب
الرأي العام. جميل. بصير إلها زوار. طيب. بصير إلها. بدي أظلني مع أبو أحمد اسمح لي. يعني اسم طيب. في الأردن. أفترض. المواقع البسيطة بتنتهي بعدين. اسمح لي أنا مواطن وكتب عني موقع ممن يسيئون. نعم. وهذول يعني موجودين. موجودين موجودين. وبدي أخذ حقي كيف بدي. القانون. القانون. اسمح لي شوي. القانون. كيف بتعرف القانون؟ هلا كثير ناس كثير ما أصحاب مواقع الآن لعلمك. تم تغريمهم من خلال القانون. ناس تغرم 20,000 وناس 30,000 وناس 50,000. في قانون يا سيدي. بتروح بتكلف محامي وبتأخذ تسحب دقيقة أستاذي شوي. تسحب نسخة عن المادة المنشورة فقط. المطلوب منك تسحب نسخة عن الموقع عن المادة المنشورة وتعطيها للمحامي. والمحامي طيب كيف لا يسيدي هذا الموجود أيهما أولى هذا الموجود رئيس تحرير ب 500 دينار ولا نحط يا أخوي أنا محامي عندي تجربة كثير من المواقع يا أستاذ ما إلها عنوان ومش معروفة وين. أنا معك وأنا بقول لك أنا ما بحكي أنا الآن اسمح لي شوي. أنا مش طالب منك المستحيل. أصلاً التعديلات اللي أدخلت خدمة إلك إنه لا يطبق عليك أي قانون إلا قانون المطبوعات يا سيدي. ماشي الغيلي قصة عضو النقابة يا أخي. أنت بدك تسويني جريدة يا سيدي اسمح لي شوي يا حكومية ولا محطة أصلاً تلفزيون أصلاً أردني. إذا بدك أحكي بصراحة إذا بدك أحكي بصراحة أنت عندما تقوم بهذا العمل يجب تطبيق قانون العقوبات عليك. أشكرك 188 189 طبق قانون العقوبات يا سيدي. أنا طبق قانون العقوبات. أنت عفيت من قانون العقوبات. ليش تسوي لي قانون؟ في قانون عقوبات أردني طبقوا علي وإحنا شاكرين لكم. أنت عفيت من قانون العقوبات. لا يا سيدي. أنا بالنسبة إحنا مع قانون العقوبات الأردني. سيدي قانون العقوبات أنا من حقي كمواطن أعرف الجهة اللي كتبت علي. يا سيدي موجود. يا سيدي مش موجود. يا سيدي اللي خلى الأمن العام. دقيقة أستاذ محمود. يعني مش معقول اللي خلى الحكومة والأمن العام في خلال ساعتين تغلق 300 موقع وتطلعهم من 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 بيوتهم بخليها الجهاز القضائي يكلف ببعث ورقة فقط من القاضي ببعث ورقة للأجهزة الفنية في الدولة ويا ما أكثرها ما شاء الله صارت عندنا في الدولة ببعث وخلال ربع ساعة بعطيك الآي بي والعنوان والشخص وبيجيب لك إياه بكلبش على راسي. طيب. بس ليش هذا الكلام يصير؟ أرجو. ليش يصير؟ طيب. يا أخي أسمع رأيي ليش يصير؟ أنا يعني لازم تقيدني عشان واحد أساء ثانيا بس اسمع لي شوي. أنت تحكي محمد. عن الفساد بالدول سيد الفساد أنا مش قايل لك لا ولا مجلس النواب ما هو الألوب الصحفيين قد النواب 100 مرة. طيب أنا خلني أحكي لك إياه بس أنت ضابط مخابرات وأنا ضابط مخابرات واثنين نعرف بلاش نكشف كل الأوراق هسه خلينا نكشف يعني عارفين يعني لويش احنا نضل نحكي ونسولف ولو بدك نكشف الأوراق نكشفها. طيب اسمحوا لي دقيقة معنا عبر الهاتف الزميل الأستاذ حكمة المؤمني عضو نقابة الصحفيين. أستاذ حكمة مساء الخير. تكشف الدنيا اسمع يعني بدون اتصال انقطع. طيب في سؤال من رائد بسألك يا أستاذ محمود. تفضل. رائد بسألك لماذا لا تعترف الحكومة أنها بدأت تخاف من المواقع لعدم سيطرة المؤسسة الحكومية على الأخبار التي تود التعتيم عليها؟ معان أكبر مثال. طيب. يا أخوي أولا الأخبار من حق المواطن أن يطلع عليها واليوم إذا الحكومة تعتقد إنه في أخبار ممكن أن يتم التعتيم عليها ولا يعرفها المواطن تكون الحكومة جاهلة ومقصرة. وسائل الإعلام والفضائيات والمواقع في كل الجهات موجودة واليوم تليفونك وهو موجود بجيبتك تصور وترسل وتبث لأي جهة كانت بالدنيا. ما أعتقدش إنه هذا الكلام في عقال أو في منطقيين أو في حكومة تفكر فيه إنها تحجب الأخبار عن الناس سواء كان بمعان أو بغيرها. لكن نأخذ أستاذ حكمة لأنه رجعنا على الهواء بعد إذنك. أستاذ حكمة مساء الخير. مساء الخير استاذ محمد. هلا. راي نقابه الصحفيين بحجب المواقع الالكترونيه. تفضل. يعني اول استاذ محمد مساء الخير لك والاستاذ محمود خرابش والزميل خالد الله يعطيك العافيه جميعا. مساء النور. يعني اول انا قبل ما ادخل في راي نقابه الصحفيين حقيقه بدي اوجه كلامي للاستاذ خالد تحديدا. اولا نقابه الصحفيين هي المظله الحقيقيه لكل زملاء الصحفيين في الاردن ولا يجوز ان يعمل اي صحفي او اعلامي في العمل الصحفي خارج مظله نقابه الصحفيين. هذا الامر وكما ينطبق على المهندسين والاطباء والصيادله وغيرهم والمحامين لا يمارس اي منهم المهنه الا اذا كان عضو مرخص من نقابه الصحفيين. واحتجاجه على قانون المطبوعات والنشر بانه فرض نص على ان يكون رئيس التحرير الموقع الاخباري الالكتروني هو عضو نقابه الصحفيين لا ادري وجه الاعتراض عليه. يعني هذا امر طبيعي اذا كنا نعترف في هذه المواقع الاردنيه كمؤسسات اعلاميه وطنيه يجب ان يكون العاملين فيها هم اعضاء نقابه الصحفيين وتحت مظله نقابه الصحفيين. موضوع المده الزمنيه من 4 سنوات الى 5 سنوات هذا امر قابل للحوار والنقاش لكن لا يجوز ان يكون رئيس تحرير لاي موقع اخباري
أو صحفي إلا إذا كان عضو رقابة صحفيين، وهذا بحكم القانون. ولا نقبل كرقابة صحفيين بأن تكون هناك مؤسسات إعلامية أردنية وطنية يكون رئيس تحرير غير عضو رقابة صحفيين. هذا أول ابتداء. هذا إعلام وطني يجب أن ينظم، يجب أن يكون له جهة تتابع يعني القضايا وتحمي الرسالة. وبالتالي الحديث عن رقابة الصحفيين هي العائق في هذا الموضوع هذا أمر غير حقيقي. نحن في نقابة الصحفيين توافقنا مع غالبية. استاذ حكمت، في تعليق عند الأستاذ خالد بعد إذاك تسمعه. تفضل استاذ خالد. هي زحمتي للاسف، والله ما كنت اتمنى ان اسمع منك هذا الكلام. يعني نقابه الصحفيين يا سيدي الله يخليك، احنا بنعرف مواقف نقابه الصحفيين، وكنا نتمنى يا استاذ حكمت، كنا نتمنى ان يكون هناك موقف للحريه والكلمه من نقابه الصحفيين. اسمعني يا استاذ حكمت، تعرف موقف نقابه الصحفيين؟ ارجوك استاذ حكمت، طيب يعني بتاخذ موقف قبل ما تسمع رايي؟ عرفت شو؟ انت حكيت يا سيدي انك انت مع حلو. انت حكيت انك انت مع انه لازم يكون عضو بنقابه الصحفيين. طبعا رئيس التحرير يجب ان يكون عضو في الهيئه العامه لنقابه الصحفيين. يا اخي انت للاسف استاذ حكمت، انت الان يا استاذ حكمت اسمح لي دقيقه بعدين. يا استاذ حكمت بدك تكون ضمن مظله نقابه الصحفيين. واضح تماما استاذ حكمت، بس اسمع تعقيب بعد اذنك. يا سيدي احنا مشكلتنا انه بعدنا نتحدث في عصر الاحكام العرفيه والتنظيم العرفي وتنظيم الألو. للأسف أنت ما تتحدث فيه وكأنك ناسي أنه العالم اليوم فضاء مفتوح إلي وإلك ولكل العالم، العضو في النقابة ولا مش عضو بالنقابة، عندك صفحات الفيسبوك لا أنت بتحكمها ولا نقابة الصحفيين بتحكمها ولا الدولة بتحكمها، عندك مواقع كثيرة جدا هي مواقع الآن خارجية ومخصصة صفحات للأردن. هل تستطيع أنت كنقابة الصحفيين وحكومتك وأجهزتك الرسمية أنها تغلق هاي المواقع؟ الجزيرة العربية، روسيا اليوم، مش عارف ايش، كلها مخصصة زوايا للأردن وتتحدث بشأن الأردني، هل تستطيع أن تشترط عليها؟ هناك فضاء اليوم مفتوح يا أستاذ حكمت. كنا طيب. نتمنى على نقابة الصحفيين، أنا كنت أتمنى أن لا أسمع ما أوردته. طيب أسمع رد الأستاذ دقيقة بالله يا أخي محمد. النقابة للأسف خذلتنا بأكثر من موقف، ما كنت بدي أحكي أنا هذا الكلام، خذلتنا بأكثر من موقف، والنقابة تتعامل كأنها هي محصورة، إنه الصحافة بيد أعضاء النقابة، وهذا أكبر فشل في الأردن، إنه كل جمعية أو نقابة تعتقد إنه أعضائها هم من لهم حق أن يعملوا في مجال معين، ولكن ثبت بالتجربة أن هناك أطباء وهناك مهندسين وهناك صحفيين نجحوا أكثر 100 مرة من أعضاء النقابات. طيب. واستطاعوا أن يوصلوا رسالة أهم 100 مرة من نسمع النقابة. رد الأستاذ حكمة. تفضل أستاذ حكمة. أرجوك أستاذ حكمة. النقابة من يوم ما تأسست لليوم، مع إني أنا لم أكن عضو فيها، هي أداة وما زالت للأسف لم تساعد بعض الزملاء الصحفيين ولم تساعد المواقع الإلكترونية لغاية هذه اللحظة. أسمع ردك أستاذ حكمة. والله أنا أرجوك. أرجوك أستاذ حكمة تفضل. أستاذ محمد، إحنا الخطاب الشعبوي والخطاب الانفعالي ما بخدمنا. إحنا أمام قضية بدنا نعالجها. يعني إحنا سمعنا من التصريحات والانفعالات والبحث عن الاستعراض. هذا أولاً. إحنا كنقابة صحفيين كالآتي، اتفقنا مع قبل وضع قانون المطبوعات والنشر في زمن حكومة عون الخصاوري مع وزير إعلام الزميل المجالي، اتفقنا على أن التنظيم هذا أمر طبيعي لا خلاف عليه. نحن كنقابة صحفيين نرفض حجب المواقع الإلكترونية تحت أي مبرر ما دام هناك أي خلافات، هناك غرامات مالية بحكم القانون ترتب على المخالفين. إحنا ضد مبدأ الحجب، هذا الحجب مرفوض ولا يجوز أن ينص عليه في القانون، لكن التنظيم هذا أمر متفق عليه مع غالبية المواقع الإلكترونية وغالبية العاملين بالصحافة الإلكترونية ونقابة الصحفيين، ولنا موقف واضح، وهناك العديد من غالبية المواقع الإلكترونية تعترف بذلك، واتفقنا على مبدأ التنظيم، والتنظيم الإعلام الإلكتروني أمر لا خلاف عليه، لا خلاف مع النقابة ولا مع غالبية الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية. لكن للأسف بعض الزملاء العاملين في لا يريدون لا تنظيم ولا يريدون يكون تحت مظلة النقابة، هذا أمر يخصهم وبالنتيجة. طيب شكرا أستاذ حكمة، واضحة الرسالة أرجوك، واضحة الرسالة. أشكرك كل الشكر أستاذ حكمة المؤمني عضو نقابة الصحفيين. مشاهدينا حوارنا مستمر، لكن بعد فاصل ابقوا معنا. يعني ولا واحد بيقبله. متابعينا اهلا بكم من جديد، نتابع حوارنا وضيوفنا الكرام حول موضوع حجب المواقع الالكترونيه. هل تؤيد حجب المواقع الالكترونيه غير المرخصه 57% لا و43% نعم تفهم. طيب تفهم. استاذ ابو محمد نعم السؤال عدم الالتزام بتطبيق القانون
لابد من تطبيق القانون. جاء قرار الحجب مفاجئا توقيت هذا القرار. يعني تسمح لي أسألك سؤال أستاذ محمد أستاذ خالد وكل الأخوان المشاهدين. إحنا عندنا جهات تنظيمية واجبها أن تقوم بدورها وواجبها بإنفاذ القانون. لدينا مثلا لدينا مؤسسة غذاء ودواء، إذا كان هنالك مطعم أو صيدلية تبيع أدوية فاسدة، هل ننتظر ونقول بأن نحيلها للقضاء وننتظر، أم تقوم بدورها وواجبها بمنع بيع ووصول هذه الأدوية إلى المواطنين؟ نحن قلنا إننا مع الحريات ولسنا مع التقييد بأي حال من الأحوال. تمام. والآن أمام انفتاح العالم والانفتاح الفضائي والإنترنت والمواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، أي جهة من الجهات تقول بأنها تريد أن تحجب المعلومات أو تحجب الأخبار عن المجتمع تكون تعيش خارج الزمن. طيب. لكن هنالك بعض الأضرار التي تحدث للوطن لمؤسساته للأشخاص، هنالك اغتيال للشخصيات لا يجوز أن يتم. نحن نريد أن يكون هنالك تنظيم. أنا يعني التعديلات التي طرأت اللي توجب على المدير أن يقوم بحجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كان يفترض مع الاحترام وأنا كنت قد اقترحت هذا الاقتراح بذلك الحين أن يقوم المدير بإحالة الموقع المخالف إلى القضاء ليصدر القضاء قراره، خاصة أنه الجهة المعنية بالمواقع الإلكترونية هي دائرة المطبوعات، يفترض أن تعرف العنوان وأن تعرف كامل التفاصيل. اثنين، أيضا المادة 49 بالفقرة واو قالت لا تعفي معاقبة المطبوعة الإلكترونية ومالكها ورئيس تحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لأحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة. بالإضافة إلى ذلك أنا من حقي كمتضرر أني أحصل على تعويض. الآن قانون المطبوعات حصن كل جرائم المطبوعات والإعلام من أي قيود بدن أي قيود حاجز للحرية أو سالب للحرية. نعم. أصبحت غرامة. نعم. غرامات مالية. الغرامة أصبحت بمثابة البند الجزائي، وهي من خلال الحكم على أي جهة من وسائل الإعلام تعطي لي الحق كشخص متضرر أن أطالب من خلال الادعاء بالحق الشخصي بقيمة التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابني. إحنا مع إيجاد صيغة تضمن استمرار المواقع الإلكترونية بأداء رسالتها. طيب. وبقيامها بتنوير المجتمع وتوجيهه وبإيصال المعلومة، ومع ضمان أيضا حق المجتمع ومؤسساته والدولة والأشخاص بعدم الإساءة لهم أو التعرض لحرياتهم. واضح تماما. أو أشخاصهم. واضح تماما. نحن نحكي عن توقيت هذا القرار، لكن قبل ذلك قبل ما أسمع رأيك التوقيت بس دقيقة واحدة راح أحكي فيه أرجوك. التوقيت القانون كان يفترض أن يطبق قبل 19/1 من 19/1. طيب بصراحة أنا قبل ما اسمح لي يا أستاذ محمد عشان أسمع رأي الأستاذ خالد في هذا الموضوع، قبل ذلك في آراء صحفية حقيقة حول موضوع حجب المواقع الإلكترونية نستمع إليها سوية. يعني رئيس الوزراء تراجع عن وعود سابقة بعدم تفعيل القانون. القانون أصلا خلافي وإجراءاته عليها خلافات كثيرة، فكان من المستغرب تطبيقها في هذه اللحظة وفي هذه الظروف، وهذا يثير علامات استفهام كبيرة جدا أنه ما هو الهدف وما هو السياق السياسي لتطبيق القانون. هل نحن أمام عمليات أمنية واسعة في الأردن؟ هل نحن أمام إجراءات استثنائية؟ يعني مش واضح شو الموضوع بالضبط، لكن واضح تماما أنه يأتي ضمن إطار التضييق على حرية التعبير، وإحنا نسعى للدفاع عن حرية التعبير. الحكومة تتدخل في شؤون الصحف التعيينات والرواتب العليا، وأن مجلس النقابة في دورته الحالية يعني مضى من وقته للوقت الطويل وهو يطفي بحرائق في الدستور والرأي، ولقد هناك مشاكل على الصحف بشكل عام، والصحف أصبحت مستهدفة والمواقع الإلكترونية مستهدفة. لذا أنا بناشد كل الوسط الصحفي بجميع مواقعه أن يتحدوا مع المواقع الإلكترونية. إذن كانت هذه آراء الصحفيين حول موضوع حجب المواقع الإلكترونية. في سؤال يبدو لك أستاذ خالد وأنا بدي أسألك عن الموضوع، بيقول لك هل تقبل بأن يعالجك مهندس ويعطيك إبر محامي؟ هذا سؤال من واحد اسمه لذير العمري، وأنا بدي أسألك عن التوقيت حقيقة. الجميع يتساءل حول توقيت. خلينا نأخذ يعني ثلاث نقاط أربع نقاط لازم أحكي فيهم ضروري قبل ما تفضل بعجالة. التوقيت بس. للأسف تخيل أنه بالأمس كان هناك مؤتمر برعاية ملكية وجلالة الملك تحت التمكين الديمقراطي، وبنفس اليوم يتم إغلاق 200 موقع أو 250 موقع 216. إلكتروني. تخيل أي ديمقراطية يتحدثون عنها هذه الحكومة
التي المتخبطة. يا سيدي التوقيت بالنسبة للإغلاق، أنا زي ما حكى الزميل علاء قبل قليل هناك ريبة في هذا التوقيت. الأصل زي ما حكى الأستاذ محمود أو أنت زي ما تفضلت من 19/1 انتهت المهلة للتصويب. كان الأجدى بحكومة نسور أنه يا أخي ما صوبته، هاي كتب إنذارات زي ما هو القانون بفرض أنه يوجهونا كتب ونوقع عليها أن استلمناها أنه أنت ما صوبت. بفرض القانون يعني نعم لازم يوجه كتب خطبية للمواقع. بفرض لا موجود يا سيدي، موجود. شوفوا يا سيدي قبل إغلاق الموقع أنه يوجه لك كتاب خطي مدير المطبوعات والنشر بتصويب موقعك. هذا الحكي مذكور بحمد. لازم اليوم وزير الإعلام بقول لك وجهنا اليوم على الإذاعة الصبح بقول لك وجهنا كتب للجميع. سألت أنا اليوم معظم المواقع إجاكوا كتب؟ قال ما إجانا. ما في بالقانون. وزير الإعلام بقول لك ودينا لهم كتب كلياتهم اليوم. بس يا سيدي دقي بس عشان ما أخبر. بس الموضوع كامل. أوكي. هلا بنيجي لموضوع التوقيت. هناك أنا أعتقد أن هناك في ريبة في الموضوع. هناك أحداث أعتقد قادمة على الأردن ليست فقط داخلية. ما يحدث في معان وغير معان والتغيب التام للسياسة العقلانية في الأردن والاستخدام الأسلوب القمعي والأسلوب للأسف اللي في مواقع مرخصة أبو أحمد. مواقع مرخصة راح تغطيها ولا ما راح تغطيها؟ لا معلش مع احترامي للكل احنا بنحكي بشكل عام. هلا انا كل المواقع انا بحترمهم وبقدرهم واخواني واعزاء، وبالعكس يعني بعض المواقع المرخصه لها دور كبير جدا في رفع سويه الكلمه وحريه الكلمه طيب. في الاردن ما عندنا خلاف، لكن هناك ايضا مواقع استهدفت من خلال الاغلاق. بديش اذكر اسماء، انا ما جاي مش جاي اسوي دعايه لا موقع ولا لاي موقع اخر. هناك مواقع استهدفت لانه السقف تبعها مرتفع جدا، ولم تباع ولم تشترى ولم زي ما تفضلت مركز الدراسات ولم تقبض رشوة وغير رشوة، ولو قبضوا رشاوي كان ودوهم لمكافحة الفساد، وأنا وياك بنعرف هاي الطريقة كيف بيقدروا يثبتوا على الناس باللحظة اللي بدهم يودوهم على مكافحة الفساد بودوهم. التبكين الديمقراطي فشل في الأردن فشل ذريع. تطبيق القوانين الانتقائية يا سيدي ما يطبقوا الدستور أول إشي، يطبقوا الدستور الأردني مش أبو القوانين الدستور الأردني. أين الفصل السلطات؟ يطبقوا المحكمة الدستورية لمين سووها؟ أنا كمواطن بقدر أوصل للمحكمة الدستورية؟ وين حريتي؟ وين حقي؟ الشعب مصدر السلطات، من قال أن الشعب مصدر السلطات في الأردن؟ رئيس الحكومة صاحب ولاية عامة، إذا صاحب الولاية العامة بيقول لك على التلفزيون وبيخبر المواطنين بيقول لك أمرني جلالة الملك أن أنهي موضوع معان أو أتدخل أو يعني اللي هو. يا أخي أنت صاحب الولاية بدك أمر عشان تحل مشكلة معان وأهل معان وأهل البادية، أنت صاحب ولاية عامة لازم جلالة الملك يقول لك يا عبد الله نسور شوف لنا موضوع معان. يا أخي مش معقول اللي بصير. صاحب ولاية عامة تدعي وإن خليفة مش عارف مين بتقول أمرني ورغبة سيدنا. يا أخي رغبة سيدنا على عيننا وراسنا كلياتنا. طيب يا دقيقة خليك معي إبرة المحامي وإبرة الله. يا أخي أنا لا أدعي أن كل من يعمل الآن في المواقع الإلكترونية هم صحفيين أو مهنيين أبداً. تمام. أبداً. تمام. إحنا بنقول المجتمع الأردني مجتمع جيد وواعي ومثقف نسبياً بشكل عالي جداً. طيب. الزمن كفيل بإفراز المواقع المحترمة والكتاب المحترمين والصحفيين طيب. المحترمين. أين المشكلة يا أستاذ خالد؟ وين المشكلة؟ وين المشكلة إنكم ترخصوا وبعدين تحكوا في القانون؟ لا يجوز. أنت إذا رخصت هي مصيده. حتى الاخوان اللي بيدافعوا الان زي النقابه الاخ اللي لعلمك الشخص الثاني اللي انت عرضتوه عضو نقابه وسمعت شو بحكي وهذا حكي نفسه سؤال الفرحات قصدك نعم هذا عضو النقابه يعني كلامه جوهري والاخونا حكمت للاسف دقيقه بس اكمل ما عنديش باقي معي دقيقه يا سيدي الترخيص من يدافع عن الترخيص ضمن هذا القانون سياتي يوم يقول اكلت يوم اكل الثور الابيض سيأتيه الدور محمد. ويطبق عليه قوانين بأقل من دقيقة أرجوك أن وقت بس انتهى. خليني أصحح المعلومة سيد. المحكمة الدستورية من حق أي مواطن أنه يطعن أبداً. أمامها أبدا الفكرة أنا بدي أطعن سيدي طول بالك أمام التلفزيون أنا بدي أطعن أمام المحكمة أنا قاعد أقول لك يعطيني فرصة أجاوبك فضل. سيدي أنت بدك تجاوب اللي بذهنك أنا بدي أحكي لك الدستور الفقرة 2 من المادة 60 بتقول أنه أولا عنوانها للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة لا. أولا مجلس الأعيان ثانيا مجلس النواب ثالثا مجلس الوزراء الموضوع الآخر في الدعوة أنا صاحب موقع إلكتروني سيدي بحق لك طول بالك أنا مواطن ثانية أرجوك يا أستاذ أنت مش مخليني أجاوبك يا سيدي بحق لك في الدعوة يا أستاذ بحق لك في الدعوة المنظورة
أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوة إثارة الدفع بعدم الدستورية، وعلى المحكمة إن وجدت الدفع جدي أن تحيله إلى المحكمة التي يحدد. مين بدي يوصل المواطن؟ أستاذ محمود الخرابشي. طيب أستاذ محمود الخرابشي. ضيوف الكرام أستاذ محمود وأستاذ خالد، أنا وقت انتهى. بس دقيقة أرجوكم. القانون لم يوجب اتباع إجراءات معينة للإنذار. القانون من 19/1 يجب أن ينفذ، وانتم اخذتوا فرصه كافيه وفرصة واعتقد كافية. طيب. انه انتم ما بدكم تصححوا. اشكرك استاذ محمود واستاذ خالد، اشكرك يعني والله ما عندي وقت، ارجوك سامحني. الى هنا وصلنا نهايه حلقه الليله مشاهدينا، نلتقي بكم غدا، تصبحون اعزائي.